الركلة الحرة المباشرة التي يحاول من خلالها حسن عبد الكريم أن يضعها في المرمى ويتقدم من خلال هذه الكرة الثابتة بأول أهداف هذا الكلاسيكو. حسن يتقدم، جول 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 جول، سجل حسن عبد الكريم باليسار باليسار، نعم هي تعرف المسار، في الكلاسيكو يسجل الزوراء، النوارس يتقدمون بهدف المباراة الأول في الدقيقة 64. الله على يسارية، على يسار حارس المرمى جلال حسن، سجلها اللاعب رقم 10 حسن عبد الكريم وتقدم بأول أهداف الكلاسيكو. الشباك تتحرك في هذا الكلاسيكو، حسن يسجل، عبد الكريم عبد الكريم يتسلطن يتمتع ويسجل هدف أول في شباك محمد حميد في الدقيقة 64. الله على جمال الهدف، الله على الركنة، حطها حسن عبد الكريم على يسار محمد حميد. شوف اللقطة، شوف الكرة، الشباك تحركت يا حميد، وهدف أول لمصلحة الكبير الزوراء. الملعب يشتعل، استاد المدينة يتحرك، والكلاسيكو حتى الآن زوراء للزوراء للزوراء من خلال هذه الكرة الثابتة التي يا محمد يتفرج عليها محمد حميد، حيتفرج عليها محمد حميد والحاط البشري. وهنا فرحة المدرب عصام حمد، فرحة حسين عبد الواحد.